في إطار تعقبها لشبكة تهريب المخدرات، تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية خلال الفترة الفاصلة بين 10 و15 مايو 2016 من حجز 316 كيلوغرام من مخدر عجينة تكروري و210 قرص من نوع إكستازي، مع الإشارة إلى أن جزء من المحجوز كان موجها للاستهلاك المحلي في حين جزء آخر معد للتهريب لبلدان مجاورة. كما تمكنت الوحدات ذاتها من تفكيك ثلاث شبكات لتهريب وترويج المخدرات والقبض على سبع عناصر فاعلة في هذا المجال تتراوح أعمارهم بين 23 و50 سنة ومن ذوي سوابق في مجال التهريب وترويج المخدرات. في نطاق وصل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية عملها في مجال مكافحة التهريب وترويج المخدرات في بلادنا، تمكنت في الفترة الفاصلة ما بين 10 و15 مايو الجاري من تفكيك ثلاث شبكات لتهريب وترويج المخدرات. تم حجز في إطارها جمليا 316 كيلوغرام من مخدر عجين التكروري و210 أقراص إكستازي. بالنسبة للكمية هذه الجملية تم تهريبها عبر حدودنا في الوسط الغربي، منها اللي كان موجه للسوق المحلية أو الاستهلاك المحلي، ومنها اللي هو موجه لإعادة تهريبه إلى بلدان مجاورة. بالنسبة للناس اللي احتفظنا بهم، سبع أطراف في ثلاثة شبكات هما أطراف فاعلة في الشبكات هذه، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و50 سنة، والأشخاص هذوما ضالعين في المجال هذا وعندهم سوابق في المجال بتاع تهريب وترويج مخدرات في بلادنا.